الحمد لله ان الحقيقة ظهرت وكل الناس عرفتها. بصراحة نانسي دي طلعت بنت جدعة بصحيح. فعلا يا ماما احنا كنا ظالمينها، بس ربنا يقدرنا ورد لها الجميل لما ادم يرجع ان شاء الله بالسلامة. هيرجع بالسلامة وهيرجع قريب قوي. يسمع من بقك ربنا يا خالي. وايه اللي يخليك متأكد قوي كده؟ اصله نانسي لما تطلع في التلفزيون على الملأ كده قدام الناس وتقول الحقيقة اكيد الناس هتشجعه وتقف جنبه وتقتنع ببراءته. يا جماعه مش الحقيقه بس اللي اتقالت، ده انا شفت فيديو براءة ادم بعناية دول على النت، وواضح فيه قوي ان هو كان بيدافع عن نفسه من الراجل الامريكان اللي كان عايز يقتلهم. طالما الحكايه كده ليه مش عايزين يعترفوا ببراءته؟ واضح بس انها مساله اجراءات وهيرجع لنا بالسلامه. ده واد شهم وجدع ولازم ياخد حقه. والاول مره في مصر حجز اختلط. ايه في الميه رجالي وحريمي؟ وبين البنين الشعر على الشمال والمره على اليمين والكراميله في النص. نوره يا علي. ايه يا شاعر؟ ايه؟ ها؟ ادم فين يا ولاد الكلب؟ ادم فين؟ ادم جاي. بصراحة دي مشكلة. لازم افضيله مكان. انا هعمل اوكازيون. هيقول لي ادم فين؟ هروح. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم والله العظيم والله. اسمك عالية؟ ها؟ المفروض الصفحات واطية. حياد ام شعرك ده؟ ها؟ عمال سبع رجالة بعض؟ يا شاعر والله العظيم ما اعرف. والله العظيم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف. بقول لك يا شيخ والله ما اعرف. إيه والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف هو فين يا فندم. افتح المايه. هات ام ما حد خارج من يا علي. تعملي كده يا حيوان. بص عليك يا حيوان. يا يا شيخ عكس خالص. سمعني ها؟ سمعني يا حاضر. والله العظيم ما حاضر. والله ما حاضر. بقول لك يا شاعر انت عايز منك خدمه. اتفضل يا فندم اتفضل. انا عايزك تعمل فيها جميله كده وانا برضه هشيلها لك. عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين. تكتب لي قصيده نهايه ادم عبد الحي. بس انت كده تحتاج اهم ورقه. انا معايا قلم. استنى لقيت قلم اهو. حرام يا كراميلا حياه ام. والله يا فندم انا هخرج من هنا الا لما هتسترجل. حاضر. يبقى عمرك ما هتخرج يا ده. انا عايزك تسترجل يا ده. والله انت عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين؟ اقسم بالله عارف. لو قلت لي ادم عبد الحي فين يا فندم انا لو عارف. انت كده راجل. حاضر. نعرف لا مؤاخذه نكتب في بطاقتك ايه بدل ما الخانه فاضيه. ها سمعني هتقول ولا لا؟ يا فندم انا يا واحد يا فندم انت انا نفسي حد اقول لك ادم فين يا يا واطيه عاليه عاليه انا عايزك بقى تتجلى. حاضر. وتكتب بمزاج. والله العظيم هكتب لحضرتك. بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا. حاضر يا فندم. ماشي مارينا معاك. حاضر يا فندم. ماشي. حاضر. عايز نسوانك اجيب لك نسوان. والله العظيم هكتب لحضرتك. عايز عارفين الصوت ده؟ ها؟ يا جماعه حد الحاجة. وحياة ابوك. انا عارف 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 انا عار
عايز ايه؟ نانسي لغايه دلوقتي لسه مختفيه يا فندم، والتحريات بتاعتنا ما وصلتناش لمكانها. نانسي يا اخويا؟ لسه مختفيه يا فندم لحد دلوقتي. ما اشوفش وش اهلك انا ما اكون نانسي موجوده هنا، سامعني؟ اختفي. تمام يا فندم. مالك يا دكتور، تعبان ولا ايه؟ عليا وطاهر وكريم طابت عليهم. ايه؟ ليه؟ يا نهار اسود. مؤكد عشان اللقاءات وصفحة التضامن مع آدم اللي عملتوها على النت. يا ريتهم عرفوني ولا ساعدوني، انا ورطت معايا ناس مالهمش اي ذنب. أمن الدولة بيدوروا عليكي، راحوا لك البيت وما لاقوكيش. يلا يا بنتي عشان نشوف هنعمل ايه. هتروحوا فين؟ معرفش. طيب هستناك في العربية. تروحي فين؟ خليكي معايا ونسافر مع بعض. ما ينفعش يا ادم، لازم حد يقعد يواجه الظلم ده بقى، كفاية كده بجد. خلاص يبقى انا هقعد معاكي ونواجه الظلم ده مع بعض. برضه ما ينفعش، انت لازم تسافر في الميعاد اللي اتحدد لك. الموضوع بقى خطر عليك قوي، بقتش حكاية قتل وبس. بعدين أنا مهما كان شاهدة، بعدين هيقولوا عليا إيه؟ إرهابية؟ أنا مسيحية. على فكرة ينفع، لأن الحاجة الوحيدة في بلدنا اللي مفيهاش فرق بين مسلم ومسيحي هي الظلم. خليكي بقى. مش عيب، متقلقش عليا. يلا نانسي، ورحمة يوسف لتاخدي بالك من نفسك. حاضر. وانت كمان خلي بالك من نفسك. بابا اتفضل. ازيك انا يا بنتي؟ الحمد لله. انا شفت الخبر وعرفت ان ادم بريء واني ظلمت ونسيت عليه، بس انا برضو معذور. انا زي اي اب في الدنيا كان نفسي اسطرك وجوزك راجل معاه فلوس عشان يعيشك مرتاحه بيت عمرك. نسيت في لحظة ان الفلوس مش كل حاجة. انت كان عندك حق، انا ادم هو البني ادم الشاهد، ممكن ابقى مطمن لو مت وانا سايبك معاه. ما تشر عليك، وحشتيني يا بنتي. انت كمان وحشتني قوي يا بابا. سامحيني يا بنتي. حبيبي يا بابا تقولش كده، وحشتني قوي. وحشتني يا ابني. وانت كمان وحشتني، ده انا بنتك وانت ابويا، احنا ملناش غير بعض يا بابا. يا حبيبتي يا بنتي. ايوه يا هشام. ازاي ما عليك يا باشا؟ انا اسف ان انا بكلم سعادتك في الوقت ده. سياده اللواء ارجوك اقف جنبي ساعدني، انا مش متعود على القعده في البيت بالشكل ده. وانا اعمل لك ايه بس يا هشام؟ انت موقوف عن العمل بسبب التحقيق،
دي مسائل روتينية وانت عارف ان احنا ما نقدرش نتخطاها. ايوه يا فندم، بس سعادتك عارف ان انا مظلوم، وبعدين سيف هو السبب، هو اللي وجه لي الاتهام، وبعدين هو نفسه يا فندم بيتخطى القانون وبيتجاوز القانون طول الوقت. اسمع يا هشام، انا عايز اقولك على حاجة. سيف مش موضوعنا دلوقتي، خلينا في ادم عبد الحي اللي هرب بسببك وخلى روسنا في الطين. صدقني يا باشا، احنا موضوعنا سيف الحديدي مش ادم عبد الحي، لان هو السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي، بسبب تعنته واصراره على تلفيق التهم للناس وضربهم واهانتهم وذلهم، هو ده اللي خلى الحقيقه تتوه. راعي يا هشام ان سيف الحديدي رتبه اكبر منك وما ينفعش تتكلم عليه بالاسلوب ده. ويصح انه يظلم بريء ويتجاهل دليل براءته؟ هو ده اللي اتعلمناه يا باشا، هو ده القانون؟ وبعد كل ده يجي لي البيت في انصاص الليالي عشان يهددني؟ يهددك؟ ايوه سعادتك، العقيد سيف الحديدي جالي البيت وهددني، ولولا ان انا شخص عاقل كنت اتصرفت معاه تصرف تاني. يعني يا هشام، انت عارف انا بحبك قد ايه وبعملك زي ابني، ودايما بشجعك لانك ظابط كفء ومثل للشرف والامانه. اسمع يا هشام، اول ما التحيه هيخلص هرجعك الشغل على طول. متشكر سعادتك، متشكر، بس يا فندم انا ليه عند سعادتك طلب، واتمنى يعني لو ما عليك ساعدتني فيه. خير يا هشام. بنتي سعادتك، حضرتك طبعا عارف الحادثه اللي حصلت لها. عارف يا هشام، الف سلام عليها. الله يسلم حضرتك. هو انا يا باشا كنت كتبت جواب للسيد رئيس الوزراء على انهم يعني يتكرموا ويوافقوا انهم يعالجوها على نفقه الدوله. انا نفسي بس حضرتك يعني تزق الموضوع من عندك حبتين. قوي قوي يا هشام، بس زي ما قلت لك عايزك تهدى وما تتصرفش اي تصرف الا لما ترجع لي، مفهوم؟ امرك يا فندم. مع السلامه. مع السلامه سعادتك. طيب يا سيف، مش عيب لواء سابق في الجيش يتستر على ارهابي؟ وفي جنبه اكبر دليل على انه مش ارهابي. وانا عليك بقى بتسمي اللي انت عملته ايه؟ عمل بطولي؟ سنة 56 حاربنا 3 دول وبإصرارنا على المقاومة طردناهم. في 67 اتخذنا غدر، كان الموت أقرب لينا من بعض. الموت ما كانش بيفرق بين مسلم ومسيحي، ورغم الهزيمة عشنا في خندق واحد 6 سنين حرب استنزاف. رفضنا نسلم، وكافحنا بإصرار وبإرادة من حديد عشان نرجع أرضنا وكرامتنا، فكان لازم ننتصر. عبرنا والفرحة كانت مالية قلوبنا، ما فرقتش بين مسلم ومسيحي. بس يا خسارة، فرحتنا ما عجبتش ناس تانيين عاوزين يهدوها عشان هم اللي يفرحوا. حلو حصة التاريخ دي. انا دخل امي ايه؟ خلينا في قضيتنا. اللي قدامك ده حاصل على نجمة سينا، يعني استحالة يخون البلد اللي عاش طول عمره مستعد يموت علشانها. امال معاليك بتتستر على ارهابي ليه؟ قلتلك ماهوش ارهابي، لقيته بذرة صالحة في تربة فاسدة، عايز يعيش مرفوع الراس في زمن انحنت فيه كل الرؤوس. يعني معاليك بتعترف انك ساعدته على الهرب؟ ده اقل واجب اعمله مع شاب شهم زي ده، حمى بنتي من غير حتى ما يعرف اذا كانت من ديانته ولا لا. ده هو تحناي. شوف بقى معاليك، انا كان نفسي استضيفك هنا كام يوم، بس للاسف معاليك عسكري، ساعتك هتشرف الاوضه اللي جنبي لحد ما النيابه العسكريه تتصرف معاك. ايوه يا نادر، تعالى خد سياده اللواء.
بسرعة. يا سيف ما تتعبنيش، أرجوك افهمني بقى. أمريكا بتتهمنا بالفشل، عشان كده قرروا يبعتوا فريق من عندهم يساعدنا في القبض عليك. فشل يا باشا؟ عيب ما عليك اللي حضرتك بتقوله ده، بأمارة إيه فشل؟ ما احنا قبضنا على الواد قبل كده مرة واتنين. قسما بالله يا باشا، لو حكمت إني هقتله، هقتله. بس أوصل للواد ابن صبرة ده. ما ينفعش يا سيف، ده قرار ولازم يتنفذ. معليك قلت لك القضية دي قضيتي والمسألة بالنسبة لي مسألة حياة أو موت، موضوع منتهي. أنا عايز أعرف، أنت مكبر الموضوع ليه؟ ما تسيبهم يا سيدي يشبعوا بيه، أهو على الأقل نرتاح منهم شوية. معليك ما حدش هيقبض على الواد ده غيري. هجيبه هجيبه مهما كان التمن. أجيبه بقى حي، أجيبه ميت، مش هتفرق ساعتها. بس أوصل للواد ده. يا باشا ده ابن صبرة. ابن صبرة اللي سهرني ليالي. معليك ده هز صبعيتي في الداخلية. هو أنا شوية يا باشا. ده أنا العقيد سيف الحديدي. يبقى لازم أعمل إيه؟ لازم أضيفه. ومعليك عارف واجب الضيافة. عمرك في حياتك ما شفتيها. انا متاكد ان انت هتشكري عليها. عندي يا بنت 22، واحد 170 حصان والتاني 175. انا هسيبك بقى تحس الفرق. لما انت تموتي انا استفدت ايه؟ انا بقى هلاحق بس بطريقتي، هوريك الرجاله الصح. واني واني عمرك يا باشا. عايزك تظبط المزه احسن. بنت فاكره ان ادم عبد الحي 10 رجاله في بعض، مفهوم؟ لا 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 اما تخلص. لا لا تدخل صار. الحمد لله يا جماعة، الحمد لله يا صبرة. المحامي فرحني وقال لي كل الأدلة لصالح آدم. إله ينصرك يا آدم يا ابني ويفك كربك قادر يا كريم يا رب يا رب. لا ومش كده وبس، ده كمان كل الناس اللي شافوا الفيديو هيقفوا معاه، ده غير إنهم عملوا صفحة تضامن على النت. ربنا يحفظك يا آدم ويخرجك من ورطتك على خير يا رب. إن شاء الله ربنا هيخرجه. آدم طول عمره نيته سليمة وقلب أبيض، عمره ما أذى حد. طب بمناسبة الأخبار العلوة دي، إيه رأيكم بقى؟ أنا عزيمكم كلكم على رز بلبن بالقشطة. عقولة كلنا؟ أنت يا بابا ليه؟ هو أنت لاقي فلوسك في الشارع ولا إيه؟ يلا، أنت متأكدة من درجة حرارة أبوكي ولا إيه؟ خير النهار.
اللهم اجعله خير يا رب. ما تفتح يا يحيى. ما تفتح الباب يا ولاد. خير يا رب. ايه ده؟ هاتوا لي الناس دي كلها يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ليه؟ احنا قاعدين في حالنا ما عملناش حاجه، هتقبضوا علينا ليه؟ رخامه انت مش من هنا ولا ايه يا روح امك؟ ايه؟ لا من هنا يا باشا. هاتوا لي امه واخواته ومراته والواد الاقرع ده. صباحيه مبارك عروسه. قصدتي تعالى وين انت؟ مش بني ادم بكره اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زيك ده يتوجه بوز. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي مش عارف. اعرف انا فخور بيك يا ناس. فين بقى حبيبه عمه؟ عند امك. ولا لك تلاقي عند مراتك في البيت. تعملي في نفسك كده ايه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك! ده حتة صايع ارهابي معفن افعصه تحت جسمتك! يا بنت فوقي ايه؟ انت بنت ناس، لا من مستواكي ولا من بيئتك ولا من دينك! بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل، مش كده؟ السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمة الله. النبي اديني شاحن تخين بتاعك. تحت امرك. ده ب 7 جنيه وعليه 2 جنيه خصم. حاج انا كنت حاسرق التليفون بتاعك. بس ضميري ما توعنيش، انا محتاج تليفون وشريحه باي شكل، ارخص تليفون عندك. والله العظيم يا حاج ظروفي صعبه، ربنا ما يوري ولادك يوم واحد من اللي انا شايفه، ورحمه ابويا اللي اجيب لك فلوس كده. راجل يا روح امي. انا مش قادر افهم انتوا ليه مش قادرين تفهموا يعني ايه نظام؟ ليه متصورين انكم ممكن تتحدوا النظام؟ انت عارفه اصلا يعني ايه نظام؟ شكل كده مش عارفه. انا اقولك نظام يعني حاكم ومحكومين. السلطه والطاعة الحاكم، والأمر الحاكم، والقرار الحاكم. أما المحكومين بقى مش مطلوب منهم غير حاجتين، السمع والطاعة، لأن هم أصلاً مش عارفين مصلحتهم فين. الوحيد اللي يعرف مصلحتهم هو
هو الحاكم. عيل معفن زي اللي اسمه ادم ده، مالها خلفه البنات؟ حلوين اهم، قول لهم تعالوا يجوا اتعلقوا يتعلقوا. انما الواد الوزير ده مش عايز يجي، بس هجيبه. ده كنت جبت امه مش هجيبه؟ دي مره مش محترمه يا صبرا، عشان ما عرفتيش تربيه. خلاص خلصت كل اللي عندك يا بيه، بس أنا بقى عايز أسألك سؤال، ترضى حد يعني في أمك اللي بتعمله في إيه ده؟ لو أمي خلفت آدم هجيبها هنا وعلقها. تم بتهريب ارهابي خطر ومساعدته على الفرار من العداله. ما حصلش سعادتك. يا فندم انا قاومته لاخر نفس، بس هو خدني على اخوانا وضربت عليه نار بس هرب في الاخر. امال ليه العقيد سيف الحديدي وهو رئيسك المباشر بيتهمك بالتقصير في اداء عملك ومخالفه حدود وظيفتك بقرار اخراجك للمتهم لتلقي العلاج في مستشفى خارج الجهاز؟ يا فندم جايز اكون غلطت اني خرجته، بس هو سعادتك كان في حاله صعبه قوي وكان بينزف وكان على وشك انه يموت. ومعليك عارف طبعا ان هو متهم مهم، لو كان حصل له اي حاجه كنا هنبقى في وضع محرج قدام القياده السياسيه. وبعدين يا فندم انا هعرف متهم ليه؟ انا طول عمري ضابط ملتزم وتاريخي الوظيفي بيشهد على اجتهادي اللي على اساسه تم تعييني في جهاز امن الدوله. اما بقى بخصوص العقيد سيف الحديدي الله يسامحه. وتفسر بايه تسريب فيديو جريمه القتل للصحافه والاعلام بعد ما كانت نسخه الفيديو معاك؟ يا فندم النسخه انا سلمتها للسيد رئيس الجهاز وتم تحريزها، وممكن تسالوه في الموضوع ده. وازاي النسخه دي تسربت للاعلام؟ ما اعرفش يا فندم، انا اخليت مسؤوليتي بتسليمها. وبعدين ممكن جدا يكون الراجل اللي كان معاه الهارد هو اللي سربها قبل ما نقبض عليه، او عمل نسخه لواحد من اصحابه وهو اللي نشرها على النت. ادم فين يا مرة؟ ادم فين يا مرة؟ ادم فين؟ ادم فين؟ 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 ادم فين يا بت؟ ادم فين؟ والله العظيم ادم فين؟